مانشستر سيتي أصبح بطل الدوري الإنجليزي 2022، 3 أهداف في مرمى أستون فيلا، أظن كان 3-2 النتيجة صح؟ 3-2 آه. محمد صلاح، مو صلاح ذلك اللاعب اللي زي أفضل، شوف بالفانيلا الحمراء دي كريزة الكرة العالمية والله العظيم. محمد صلاح يتصدر ما شاء الله ما شاء الله قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الكوري سون يونغ من ب 23 هدف، فكان التصدر لو صح التعبير مناصفة، إلا إنه محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي ب 13 هدف شارك في صناعته. معنا على التليفون كابتن إبراهيم هلهول المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي، تاني مرة نتكلم، تاني مرة بقى سعيد وليا الشرف. ازيك يا كابتن؟ حبيبي يا كابتن، ازي حضرتك يا مستر؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ تمام، انا سعيد ان انا برضه شرف لينا مع حضرتك تاني مره. لا احنا متشرفين جدا قوي خالص. قول لك يا كابتن، اولا رايك ايه في المباراه النهارده بتاعت مانشستر سيتي واستون فيلا؟ والمباراه كانت حاميه، يعني حماوه غير طبيعيه غير طب، وشفت بقى الجماهير وهم نازلين من المدرجات واحتفالات وطلعوا قعدوا فوق العارضه وحاجه عظمه يعني. ده 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 تراديشنال هنا في انجلترا، بيبقوا دايما الانجليز هنا بيعملوا يعني بينزلوا الملعب بعد المباراه، بتبقى في البلاي اوفس او لو ما بياخدوا تايتل او بيحصلوا على 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 بطوله لازم يوصلوا للمتعه دي ان هم ينزلوا الملعب ويعملوا سيلبريشن مع اللعيبه ويبقوا بقى في قمه سعادتهم، ودي موجوده في انجلترا من زمان في كل اللي جاي. أيوه. يعني في ليج 1 وليج 2 في البريمير، اي ليج اي بطوله تلاقي الجماهير بتنزل وبيشاركوا مع اللعيبه، وده البوليس بيبقى واقف وبيبقى خلاص، يعني ده بتبقى خلاص بقى حاجه. بس انا خدت بالي بصراحه كدا. الجمهور طبعا غير ايام زمان خالص، الجمهور لطيف ظريف ونزل والحياه حلوه وقعدوا هيصوا وانبسطوا، وطلعت على الشاشات انه الرجاء ترك الملعب بقى خلاص عشان احنا هنبدا نفضي. خدت بالك من الشاشات مش كده صح؟ اه بالظبط كده. وبعدين هم كمان الجماهير هنا يعني متجاوبه جدا، وطبعا هنا في يعني بروتوكول وفي سيستم معين وجديد، طبعا كاميرات موجوده في كل مكان، في نظام في سيستم، خلاص احنا نزلنا اتبسطنا يلا بقى نفضي الملعب علشان نتبسط وناخد الجوائز ونعمل السليبريشن. بتبقى طبعا كل حاجه متظبطه موجوده في كل اللي جات مستر يوسف، يعني مش في مش في البريمير ليج بس، لا في ليج 1 وفي البريمير ليج وفي الشامبيون شيب وفي كل انواع ليج، احنا عندنا 11 ليج هنا يعني. التزام مفيش هزار. لا مفيش هزار النهارده. لا خالص، وبعدين الكاميرات موجوده في كل مكان والسكيورتي موجودين والمنظمين موجودين وعارفين ان كمان الجو حلو، واحنا طبعا موجودين دلوقتي في بدايه الصيف عندنا، فاليوم طويل ولسه يعني النهارده الحد سان داي اوف، فهم منظمينها بالظبط علشان الناس كلها تتبسط. وانت النهارده كل الماتشات بتلعب بالظبط، ال 10 ماتشات بتلعبوا في نفس التوقيت علشان الفرقه اللي هتنزل درجه ثانيه والنقط، يعني مظبطينها تظبيط 10 على 10 يعني. 10 على 10. طيب صلاح بقى، صلاح جايزتين، يا واحده مناصفه وواحده بتاعته هو. اللي هو 13 اسيست. ايوه طبعا. انا بصراحه كنا احنا لما سون جاب جونين وعدى صلاح، فانا اولادي قاعدين ندور على القنوات، مش عايزين بتاع برضه ماتش توتنهام ان هو يجيب جون عشان صلاح ياخد الجولدن بوت، صح؟ يبقى هو الهداف، ولكن صلاح نزل ربنا اكرمه وجاب واحرز، فخد، فقلنا الحمد لله. ليفربول ما خدش البطوله ولكن صلاح خد الهداف، وخد كمان ان هو الاكثر صناعه اللي هو الاسيست في البريمير ليج. كمان لسه في كمان بطوله، يعني هيبقى في كمان جايزه اللي هي من جايزه اللعيبه بتاعه الدوري الانجليزي الكباتن، هيعملوا فوتنج لاحسن لاعب وان شاء الله صلاح ياخدها باذن الله. تفتكر في مؤشرات على انه صلاح ممكن ياخدها ان شاء الله باذن الله؟ طبعا هو النهارده بالارقام هو اعلى واحد في الدوري الانجليزي بالارقام، هو الهداف، هو اكتر اسيست، هو يعني حاجه اضافه كبيره جدا لليفربول والسنه دي والسنه اللي فاتت، يعني لما نبص على 3-4 سنين اللي فاتوا، لا صلاح ما شاء الله ماشي صح جدا وهيمضي وهيكمل
عشان برضو جماهير اللي بتتفرج على حضرتك وبتسمعنا ان صلاح ان شاء الله يعني خلاص قاعد في ليفربول وقاعد في ليفربول. لا 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 صلاح الكره الانجليزيه استاذ يوسف احسن دوري في العالم، هيروح فين؟ اسبانيا فرقتين ثلاثه، فرنسا فرقه ولا فرقتين. انت الدوري الانجليزي النهارده متعه 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 مشاهده، نظام كوره حكام فار، يعني انت بتتكلم على كوكتيل. هو طبعا محمد لف وشاف وعارف ان هنا حتى كمان اسرته كمان مبسوطه هنا، هو واولاده وزوجته قاعدين. الكره الانجليزيه يعني وبيحبوه في انجلترا كمان جدا، بيحبوه في ليفربول، فاكيد كل دوت يعني. والعتبه حلوه يعني، العتبه جميله، عتبه ليفربول جميله جدا. طب تفتكر انه لو حصل عرض ما مغري جدا لصلاح ممكن يقايس يفكر ولا؟ ما اعتقدش ان هو هيعمل الارقام دي والتاريخ ده كله في مكان تاني، مش هي. فهو هيكمل عشان يبقى ليجند، ليجند يعني هيبقى اسطوره، هيبقى الاسطوره من ضمن الاساطير. وكمان هو بيقرب دلوقتي ان هو يكسر يعني ويحطم ارقام كبيره بتاعت ناس بطلت، فهو بيوصل. هو لو راح مكان تاني بكل الارقام اللي بيشتغل عليها دي مش هيكملها، فلا هتقف. فلو مشى من ليفربول يبقى كده خلاص، يبقى احنا كده وقفنا. ولكن صلاح عنده تارجت ان هو يكسر ويحقق. عايز اقول لك اللعيب هنا في انجلترا لو وصل 30 سنه يوصل لقمه النضج وقمه الابداع. طبعا الجو هنا حلو، السيستم حلو، التدريبات يعني في كل حاجه موجوده في مكانها، فاللعيب هنا بيبدع وبيكمل 35 و36. يعني صلاح عنده 29 سنه، ثلاث اربع سنين كمان بسم الله ما شاء الله، هتتفرج على التالق، هتتفرج كمان على النضج. خلاص وصل لمرحله النضج الاحترافي، عارف كل حته في انجلترا، عارف ازاي يقف، عارف ازاي يعمل كل، ومعاه كمان سيستم قوي جدا ويقدرك ليفربول يعني ويورجن كلوب واللعيبه. لا لا بصراحه منظومه قويه جدا، وهم من احسن الانديه في العالم يعني مع مان سيتي. حاجه هتفرح، قصص النجاح بتاعت بلاد بره دي بتبقى كويسه قوي، يعني لما نلاقي رجالتنا بره عاملين اسماء كبيره. اشكرك جدا 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 كابتن، كل الشكر للكابتن ابراهيم هلهول المدرب المصري بالاتحاد الانجليزي.